مستمرين معاك من جديد كابتن هيثم السعيد كل كابتن الكبار كل جمهور النادي الاهلي بنبارك من جديد لنجوم النادي الاهلي كرة السله وتحديدا كمان الكابتن عمر عزب اللي معانا في هذه اللحظات مبروك كابتن عمر طبعا في البدايه لكن زي ما اتكلمت مع مهيب انا ارجع لمباراه الزمالك لان الحقيقه كان مجهود كبير جدا والظروف كانت صعبه لكن بالروح الفنيه الحمراء باصرار اللعيبه في اخر ثانيه وبنحرز مسناها بهدف أفشل الحقيقه مع فريق النادي الاهلي لكن كل المجهود يرجع ليك ويرجع لمستر اوجوستي في الاول طبعا بحب ارحب بكابتن هيثم وكل ضيوفه طبعا الماتش كان بسترس. رهيب جدا علينا احنا بنلعب مع الزمالك اللي الديربي طبعا وفي ارضهم فكان ستريس كبير علينا احنا ممكن نكسب يعني اكتر من كده بكتير اخطاء كان ممكن نقللها بس البريشر بتاع الماتش كان عالي جدا الحمد لله عملنا مجهود كبير جدا كله عمل مجهود دفاعي هجومي كان في اخطاء طبعا هو ده اللي حصل بس الحمد لله روح الفنانه الحمر لغايه اخر ثانيه هو ده اللي وصلنا الحمد لله مهيب ربنا بارك له شطها وجابها الحمد لله صعوبه البطوله ويمكن تلاحم كبير جدا للمباريات وفي كل مباراه يمكن بنفقد عدد من اللعيبه لكن احنا مقوله الاهلي بمنحضر دي حقيقيه في كل الالعاب الحقيقية ازاي بنقدر نتخطى هذه الصعوبات ومستر جوستي بوش بيحضركم ازاي نفسيا قبل ما يحضركم فنينا؟ هو طبعا كوتش جوستي طبعا مدرب كبير جدا ذكي جدا بيعرف ان هو لو في بوزيشن ناقص ان هو يعوضه بالروح بالدفاع احنا فرقه دفاعيه من الاخر احنا بندافع 40 دقيقه بنحاول نموت نفسنا في الدفاع فده بيغطي على اي بوزيشن مش موجود فالحمد لله ربنا بيكرمنا في الهجوم فكله بيغطي على كله فالحمد لله يعني زي ماتش النهارده ماتش جزيره فرقه كويسه جدا الزمالك فرقه كويسه كله كله فرقه كويسه بس الحمد لله ربنا بيكرمنا ومش حوار حظ في الاخر لا دي روح دي ديفنس بنعمله مجهود كبير جدا والحمد لله ربنا بيبارك يعني بارك لنا ده ثالث ماتش نكسبه في اخر ثانيه ده يعني مش مش اول ماتش لا هي مش حظ هي ان مجهود بنعمله في ال 40 دقيقه والحمد لله ربنا بيبارك لنا في الاخر الحمد لله نجاح المنظومه الحقيقه ونجاح الفريق او التيم بالكامل يعني بيعود للاعبين لكن كمان عندنا خبرات كبيره جدا كابتن طارق غنام كابتن جرحي كابتن رامي والشباب والخبره وكل الامور دي الحقيقه مخليها شكل فريق كره السله مختلف بشكل كبير جدا طبعا هو هي منظومه متكامله ما ينفعش حاجه فيها ناقصه الجهاز الفني كله جهاز طبي كمان الجهاز الحمل البدنيه كله منظومه لواء واحده احنا فرقه واحده يعني الحمد لله ربنا بيبارك لنا عشان احنا كلنا قلبنا على قلب بعض فرقه واحده في روح واحده فده الحمد لله باين في الملعب يعني النتيجه الحمد لله كويس البطوله والدوري والمرحله اللي جايه شايفها ازاي بالنسبه لكم وجمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي على قلب رجل الواحد معاكم ومستني منكم كتير جدا يا عمر الفتره اللي طبعا احنا يعني بنموت نفسنا الماتشات كلها مش سهله الفرق كلها كويسه جدا احنا هنعمل اللي علينا ان احنا ناخد ان شاء الله البطوله احنا هدفنا واحد ان احنا ناخد البطوله اي بطوله كاس اه اه كاس دوري احنا الحمد لله ربنا بارك لنا في ثلاث بطولات دلوقتي فاضل بطولتين احنا مركزين فيهم جدا وبنعمل على قد ما نقدر ان احنا نفرح الجماهير ان شاء الله حبيبي ونشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي عمر عزب الازيل للتصريحات مجهود اكثر من راع الحقيقه كابتن هيثم بالنسبه لكل المباريات الحقيقه مع ختام هذه المباراه متبقين ان شاء الله مباراتين مباراه سموحه مباراه الاتحاد ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في اداءه وجديته واصراره وتركيزه الكبير جدا في المباريات وان شاء الله باذن الله بالروح الكبيره وبالتحضير الاكثر من راعي اللي بنشوفه كل مباراه ثقتنا كبيره جدا ان شاء الله ان احنا نحصل على دوري السوبر للمحترفين ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي